يعني ظروف صعبة، جفاف، إشكالية الانفلاسيون، ولكن حنا كحكومة موجودين باش نواجهو. ما كاينش، حنا ما كنجيوش نشكيو، دايور شتكم كلكم، حتى واحد ما شكى، حتى واحد ما قال انا عندي العفاريت ولا هذا. كل شيء كيقول كاين مشاكل، ولكن ما كتخباوش. نحن مسؤولين، ما كنتخباوش بلي كاين شي مشكل، كنوقفوا وكنواجهوه وكنقولوا الحقيقه للمواطن، والمواطن باغي الحقيقه، باغي نتكلموا معاه، وغادي نبقاو بجنبه. هنيئا الناس ديال الجهه ديال الدار البيضاء، هنيئا الناس ديال الدار البيضاء. هذه مدينتنا وكبرنا فيها وقرينا فيها ولعبنا فيها سبو وما خلينا مدنا فيها. دونك بكل صراحه نو توس اشاك فوا كتخرجوا في المدينه وكتشوفوا شي حاجه تزاد، انا متيقن انه كتكون عندكم ابتسامه، لانه كتحبوا المواطنين ديال المغاربه وكتحبوا المواطنين الدار البيضاء. فلكم الدعم ديالنا، زيرو في الطريق ديالكم، كملوا، راكم ناجحين، وفي الاخير غادي تنجحوا ان شاء الله.